بطل ملاكمة ياباني يهدد موظفاً. هدد بطل الملاكمة السابق كريستيان يوجين غوميز موظفاً في طوكيو، وقد تم اعتقاله مع رجلين آخرين للاشتباه بهم بالقيام بنشاطات عصابات إرهابية. غوميز مواطن أمريكي وبطل ملاكمة سابق في اليابان، وكان يعمل في 2009 في مجال صناعة الأفلام في اليابان، بالإضافة للعمل كحارس شخصي لصالح إحدى المافيات المعروفة. قام بتوجيه تهديدات في إحدى ضواحي طوكيو لرجل لم يدفع دينه، وقال قائلا: لديك خياران، إما أن تدفع أو نقطع لك إصبعك. وقد حكم على واحد من المتهمين الثلاثة، وقال غوميز بأنه لم يكن يعني تماما ما قاله.